صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيشوفوني اكيد بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم كله، اكيد للجاليه اللبنانيه بوجه لها تحيه مطرح ما كانت. اليوم سبيشال ليديز مثل العاده، انا وايمان مظلوم. اذا بدكم الحلقه رح تكون مهديه لجمانه فرحات من جبال يلي طلبت تاخذ ابس ورك اوت، ونحكي شوي اليوم عن الابس كلتشر يلي انا بدي شدد على انه ما في حركه وحده، لانه دائما كان بكون السؤال شو الحركه اللي بتخليني اعمل 6 باكس او شو افضل حركه لاعمل 6 باكس، وهذا الشيء منه موجود ابدا. هذا اتس ا بيج فيكشن، لانه انا برايي دائما اذا بدكم تبلشوا تفكروا تعملوا معده مشدوده و6 باكس وعضلات كثير حلوين بمنطقه المعده، لازم تبلشوا قبل من النوتريشن تبعيتكم، تكونوا عم تاكلوا بطريقه صحيحه وبطريقه صحيه اكيد، وما يكون عندكم وزن زائد، لانه ما معقول يكون عندكم وزن زائد بكل جسمكم ولكن بس بهالمنطقه يكون عندكم هيدي الشيب. مش هناك الوزن بيروح من كل الجسم، ما في شيء اسمه سبوت ريدكشن، ولكن التمارين اللي بنعملها لكل عضلات الجسم بتهيئني يكون عندي انا شيب احسن بهالمنطقه. اكيد لازم نعمل حركات لعضلات المعده. اليوم انا وايمان مظلوم رح نجرب قد ما فينا نوصل لك المسج يا جمانة. بيبقى عليكم تاكلوا بطريقه كتير صحيه، تتمرنوا دائما وتركزوا على كل عضلات الجسم وعلى الفول بودي تبعكم، لانه هون رح تاخذوا النتيجه بالمعده، وصدقوني باللي عم بقوله. وكمان انكم تعملوا كارديو فاسكولار اكسرسايز. انا خلال كمان تاديه الحركات رح كون عم جاوب على الاسئله اللي سالتيها، اللي هن تقريبا 3 اسئله، وببقى عم جاوب شوي شوي. رح نبلش على الارض بسوبان بوزيشن مع بركي اهين حركه ممكن تعمليها لجمانة، لانه بعرف انت ما كتير بتعملي حركات للابس. بليز رح نبلش بشيء اسمه كرانشز. اليوم في كتير مدارس، في كتير مدارس بيقولوا الكرانشز ما بيعطوا نتيجه، في كتير مدارس بيقولوا السيت ابس ما بيعملوا نتيجه. انا بامن بالاثنين لما يكونوا معمولين بطريقه صحيحه، مشان هيك اليوم رح نبلش بالاثنين. لكن بترجع شوي اجريك لورا ايمان، ورح نعمل بين ال10 و12 ريبيتيشنز لكل حركه، وانا اكيد رح ايد لك جمانة كل الحركات يلي عم نعملهم مع السيتس تبعولهم، رح ارجع ابعث لك اياهم عبر الايميل كرمال تقدري تكوني عم تشتغلي. المعده دائما مشدوده، منطقه الحوض ملزقه بالارض، ما لازم تكون عم تتحرك بطريقه مش منيحه، عم نطلع دائما بالسقف. عضلات المعده، عضلات الرقبه مرخيين. واهم شيء لما اعمل كرانشز الشغله اللي انا برددها دائما، قديش صاروا ايمان؟ خلص. اوكي، اعملي لي بليز نك فلكشن، علي رقبتك لحالها لهون، ما لازم تعملي نك فلكشن، لانه اذا بتعملي نك فلكشن هون رح يكون عندك اوجاع اكيد بالرقبه، وما رح تكوني عم تعملي كونتراكشن مضبوط لعضلات المعده. مشان هيك لازم تعملي بالكتاف تبعك تجربي تطلعي طلوع وتعملي كونتراكشن لعضلات المعده وتخلي الذكره مشدوده صوب السباين تبعتك. رح نرجع نغير، رح استعمل هلا الفتنس بول، رح تعلي اجريكي، نشتغل تاتش على كل اجر، رح انا اعمل لك سبورت ليكونوا جالسين اجريك ايمان بليز، رح اعمل لها سبورت لايمان انا بالفتنس بول. اذا ملاحظين اجريها صاروا 90 درجه يا جمانة عن الارض، من هون رح تأدي الحركه سنجل سنجل دبل 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 دبل. ايمان بتدلع عم تتبسم، سنجل سنجل دبل اند دبل. اكيد على المستوى الفكري وي نيد تو انجوي التمرين تبعنا، اذا بنكون عم نتمرن كفرض وكواجب مش حيكون بقى، رح يكون عنا efficiency. اخر مرة سنجل دبل اند دبل. اوكي بدي اياكي give yourself a big hug، اعملي stretch لاجريكي منيح، خدي نفس. بنرجع من هون up لفوق. قبل ما تبلشي خلينا نركز على الحركة، ننتبه انه البوستشر تبعيتنا صحيحة. رح اكيد رح تجربي الفتنس بول دلنا ملزقة من هون، واجريها لا ايمان رجعين شوي لورا مزبوط، لازم يكونوا دغري بيربانديكولار على الارض. وبعدنا مثل ما عملنا اول شيء الكرانش، منطقه الحوض ومنطقه اسفل الظهر مثبته بالارض. يو جو فور 12 ريبيتيشنز. انا اذا بدي، لكن اذا سالتيني يا جمانة اذا عندك بوستشر غلط هل يا ترى حركات المعده رح يحسنوا لك البوستشر؟ انا ما بعتقد بس حركات المعده لما يقووا لك المعده البوستشر لحالها رح تزبط، لازم تكوني عم تشتغلي على كل عضلات الجسم، وهذا الشيء بعمله انا خلال كل اسبوع. لما تخلصي ايمان فيك ترتاحي، هذا الشيء بعمله بكل الاسبوع، يعني لما يكونوا كل عضلات جسمك
عم بيشتغلوا هون البوستشر تبعيتك رح تتحسن، هون البوستشر تبعيتك رح تكون بطريقه افضل. ليش؟ لانه كل عضلات جسمك صار فيهم كوردينيشن، صار فيهم بالانس. يعني اذا بتمرني بس عضلات معدتك كل الوقت لتاخدي معده منيحه رح يكون عندك اصابه بظهرك او بغير محل او وجع بغير محل. اذا بتمرني بس التشاس رح يكون عندك كمان لازم كل العضلات تكونوا عم بيشتغلوا من اول اسبوع للاخر. لما يكونوا كل عضلات جسمك قويه، كل فريم بعضلات جسمك قويه، هون نحن صرنا عم نشتغل على بالانس بالجسم، على بالانس بالعضلات، وعلى بوستشر صحيحة. لأنه كل العضلات هن بيجوا إذا بديك مثل سبورت للسكلات تبعيتنا. رح نروح هلأ لحركة غير، لكن أول حركة عملناها وتاني حركة وتالت حركة فيك تروح عليهم ثلاث مرات 20-25 ريبتيشن. وهو الحركات كله مش ضروري تعمليهم بتمرينة واحدة، فيك أكيد كل حركة تكون عم كل تمرين تكون عم بتنقي عدد معين من الحركات وعم تشتغل عليهم. شوف هلأ شو رح يصير. بعد من هون 90 degree angle على الأرض، بعده الحوض واللور باك تبع إيمان مثبت بالأرض، إيد إجرة ممدودة، ورح تعمل حركة بنفس الوقت باللور بادي وبالأبر بادي تبعه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، كمان سبعة، عشر مرات، ثمانية، تسعة، وعشرة. أكيد نحن عم نستعرض عشرة ريبيتيشنز لكل حركة كرمال بس نقدر نكون عم نعمل أكبر عدد من الحركات أنا وإيمان. من هون سويتش لكين، نفس الشيء دائما بتأكد إنه البوستشر تبعيتي ووضعية جسمي صحيحة قبل ما أدي الحركة. نفس الشيء إيمان، فيك تفتح ايدك بعد شوي لبرا. That's it. Two. Good. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine and ten. And ten. Exactly. كان ارتاح ايمان بليز. سؤالك الثاني رح يكون يا جمانة إذا في حركة معينة بتخلي يصير عنا 6 باكس، وهذا منه صحيح. وأكيد ما عنا حركة واحدة بتخلي حي الله عضلة بالجسم تكون قوية ومنيحة. في مجموعة عضلات، في مجموعة حركات، عفوا في variety of training، في طريقة كيف أنا باكل، كيف أنا بتمرن، كيف أنا بعمل ريكفري، هي رح تخلي يكون عندي عضلات جسمي كلهم وبالتالي عضلات معدتي بالاخص قوية وشكلها حلو. سؤال تالت تبعك بكون doing abs every day will make me a six packs. بديك شغلي اليوم عضلة المعدة عضلة مثل غيرها، مثل ما حكيت قبل شوي بدي ريكفري، سو دائما لازم يكون في نهار اوف او نهارين اوف قبل ما ارجع اعمل تمرين المعدة. هون انا بدي احكي عن الانتنسيتي شوي، يعني اذا انا بعمل سيشن للمعدة وما بحس اني استفدت كتير، بعملها على مهلة وبطريقة كتير ما تكون قاسية، رح يكون اكيد لازم دايما اعمل تشالنج لحالي، لازم دايما push myself، مش لدرجة انه يكون عم بعمل فيلير وعم بأذي حالي، ولكن دايما بالتمرين لازم يكون 100% عم حط على حالي تشالنج كرمال كل مرة اكون عم بتقدم اكتر. رح نعمله هلأ، رح نعمل circular moves انا وايمان. ايديك رح يكونوا على الارض كمان 90 ديجري انجل من هون اكزاكتلي، ورح تعملي سيركلر موف خمس مرات، شد المعدة منيح، بيلي بوتن سكت ان توورد يور سباين، ما بنفتح كتير الاجرين على مستوى الكتاف، ثلاث سؤالات جاوبتك عليهم انا جمانة، عملنا سويتش اكسلنت. لكن لما خلص رح سكر اجري ورح اجرب قد ما في ايدي هون واعمل لتحت شوي هيك مع لفت لفوق. واحد، بيرفكت، اثنين، ثلاثة، أربعة، برافو، خمسة، جود جوب إيمان، سبعة، ثمانية، علي شوي أكثر، تسعة، ون مور، عشرة. انزلي لتحت اعملي ستريتشنج وخليكي بقى البوزيشن، ريلاكس، انهيل، اكسهيل. لنبلش نعمل سيت ابس بكون عندك مجموعه من الحركات تقدر تشتغل عليهم جمانة، وهذه شغله كثير مهمه، مش ضروري تعملي كل الحركات، نقي حركتين او ثلاثه بكل سيشن واشتغلي على السيتس تبعولك وعلى الريبيتيشنز تبعولك. لكن من سيت لاربع سيتس اكيد بين هون بقول انا بين ال 20 و 30 ريبيتيشن، لانه عضلات المعده اذا بتحسي حالك كثير تعبتي فيك توقفي قبل، ولكن هذا الستاندرد اللي انا عم بحكي فيه. رح نروح هلا على السيت ابس يلي
كثير من المدارس بيقولوا الكرانش ما بفيده، كثير من المدارس بيقولوا السيت ابس ما بفيده. انا بشوف انه السيت ابس اكسلنت اكسرسايزز، بركي مش لكثير للبيجنرز. اكيد لما نشد المعده ونطلع لفوق لازم نكون منتبهين، اذا بنطلع بطريقه غلط هون رح يكون في خطر، ولكن انا اذا البوستشر تبعيتي صحيحه وعم بشتغلها مزبوط رح كون عم شغل. من هون ليتس جو بلا ما اعلي الهيبس تبعولي، بدلهم الهيبس على الارض 2، بتطلع لفوق شوي، جالس لازم جسمي يكون جالس 3 4، كمان 5 6، 4 more to go 7، للا عم تتبسم 8 9 and 10 and 10. لازم بالحركة لما نلاحظ لما نكون عضلات المعدة عم بيتعبوا شوية، اللي بيصير انه بنصير نعلي الهيبس تبعونا، منطقة الحوض تبعنا، لنقدر نعمل بوش لفوق، وهذا الشيء يلي ما لازم نعمله. لازم هالمنطقة تضلها ستابل على الارض، واشتغل انا بناتشرال الاينمنت اوف ذا سباين، يعني ما في اعمل كيرف انا واعمل فلكشن بالسباين تبعيتي، هون بكون انا عم باذي حالي. ولكن لما تكون الوضعية صحيحة انا عم بشتغل اكيد ما في مشكلة. رح يكون عندنا بعد حركة واحدة اللي هي البلانك، ريجولر بلانك، دائما بعيدة أنا على إيدي إيمان بليز. هذا الشيء اللي عم نعمله مع نظام غذائي كتير منيح، eating healthy food is very important. نعمل cardiovascular workout، نعمل recovery، لأنه العضلات يلي ما فيها ما عم بكون عند الوقت انه ترتاح مش حتكون عم تعطي نتيجة كتير منيحة. واهم شغلة لازم تعرفوا العضلات الناشفة، يعني منا العضلات الديهايدريتد مش حتكون كمان، رح يكون عندها خطر اصابه وما رح تكون عم تتقدم بالشكل المطلوب. كيب يور سيلف هايدريتد، حتى لو بالشتاء ما بتحسوا انه لازم تشربوا مي كثير، لازم دائما نشرب مي صيف وشتاء كرمال نترك العضلات تبعولنا والجسم تبعنا هايدريتد. نحن على ركابنا رح نصير ايمان، نحن وردان ثانك يو سو ماتش. يعني انا بدي اشكرك دائما كيف بتأدي كل الحركات وبتساعدينا، نودي المسج لكل الصبايا اللي بحاجة انه يبلشوا يتمرنوا، هيدا الهدف تبعنا وهيدي المسج تبعيتنا لإلكم. بنتقل عن زميلتي رولا. صباح الخير أمين. صباح النور رولا، يعطيك العافية أنت وإيمان. الله يعافيكي، ثانك يو. وأنا بدي أشكر إيمان لأنه دائما بتشجع الصبايا كمان هيك العنصر النسائي حتى يقوموا عن الصوفة أو من التخت ويشاركوا بالتمارين. أكيد دائما دائما لازم دائما. اليوم موضوعنا أمين بفاملي بتصور رح يهمك كتير، فإذا الوقت بيسمح لك وحتى إيمان تتابعوا معنا، بعرف أنه أنت بتساهم وبتدعم عدة جمعيات خيرية ومنهم جمعيات بيهتموا بالأطفال المصابين، الأطفال المصابين بمرض السرطان. هذه كانت إذا بدك الشيء اللي عم بعمله آخر 4 سنين بحياتي مع الأندرود، يلي أنت من أكثر الداعمين للأندرود على كل المستويات، يعني بحر جو وكل شيء، النفسي والمعنوي. نفسي والمعنوي وكل شيء. أكيد أكيد. ولكن بعرف أنت بتقوم بعدة نشاطات خلال السنة بيعود رايون لهالجمعيات، واليوم فعلا بدنا نحكي عن الناحية النفسية لما الولد بيكون مصاب بمرض السرطان، هالشيء بيأثر على العائلة كلها، كل أفراد العائلة. صحيح صحيح. من الناحية النفسية كيف يعني بيكون هالتأثير؟ أنا هذه شغلة عشتها وبعرف قديش بهالمرحلة السبورت ممكن يكون كتير مفيد على كل الأصعدة يعني. فأنا كتير مهتم هلأ أسمع وشوف، لأنه أكيد بهالمرحلة رح يكون عندي نولج أكتر. نعم. وبالتالي رح أقدر بالأون ذا رود الجاي بميل بدي أعمل، رح تكون هالسنة مميزة جدا لأنه عم زيد عليها فيتشرز كتير كبيرة ورح تكوني مطلع عليها أكيد، والأم تي في رح يكون بالعادة عم بيدعمه، ولكن بتعلم كتير أشياء وبشوف شو فيني أحسن أكتر وأكتر. نحن ناطرين كل التفاصيل عن هالمغامرة لاحقا منك أمين. ثانك يو. وبتمنى عليك أنت والمشاهدين تنطرونا بعد البريك مع يلا أكيد.